قررت الحكومة الكندية منع ارتداء النقاب في جلسات منح الجنسية الكندية، ويذكر أن مقاطعة كيبك أوقفت العام الماضي تداول المادة 94 في البرلمان، والتي تدعو لمنع الخدمات الاجتماعية عن السيدات المنقبات اللواتي يرفضن الكشف عن وجوههن بعد أن واجهت المادة معارضة شديدة. في سابقة تخص العرب والمسلمين، أعلنت الحكومة الكندية عن قرار بمنع السيدات من ارتداء النقاب أثناء مراسم إقامة اليمين ومنح الجنسية الكندية، وذلك من أجل التحقق من الهوية الشخصية. وواجهت هذه الخطوة الكثير من الاعتراض من قبل دعاة حقوق الإنسان في بلد يفخر بأنه من أكثر البلدان حفظا للحريات، وكذلك بعض أفراد الجالية المسلمة التي رأت فيه استهدافا عنصريا للمسلمين وحدهم دون بقية الأديان. لا يصح حتى أن يقوم بعمل أي كتابة أي قانون أو أي شيء، لأن قضية كتابة قوانين تخص المسلمين فهذه توحي بأن هذه الجالية فيها شيء خطأ نريد تصحيحه بقوانين. وكندا هي من أكثر الدول اللي تحافظ على يعني تعطي الحرية الشخصية للشخص، فإذا أعطت الحرية الشخصية أنه يفسخ ملابسه، ليش ما تعطيه الحرية الشخصية أنه أيضا يغطي؟ أنا أعتبر أنه هذا القرار جدا جدا خاطئ. إلا أن بعض أفراد الجالية المسلمة دعوا للمرونة ورفع النقاب، وخاصة في ضرورات تحديد الهوية الشخصية في القضايا الرسمية. برأيي أنه النقاب يمكن حيصير شوي يعني صعب، لأنه بالسيناريو يعني للمطارات وللسيكوريتي لازم الواحد يتقبل اوقات يعني اذا بيقولوا له يعني انه يبين وجهه، لانه بالاخر حتكون كتير صعبة، هي صعبة هون في كندا إذا بدها تضلنا بالنقاب. وبينما يستمر الجدل في الشارع الكندي عن مضار أو فوائد مثل هذا القرار، تلمح الحكومة الكندية إلى أنها يمكن أن تعيد النظر بقرارات مشابهة أو قرارات سمحت من خلالها للسيدة المنقبة أن تدلي بصوتها في الانتخابات الفيدرالية. كندا جيوش، MBC، مونتريال.